مرحبا بكم أيها الأصدقاء في الدرس السادس من سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر للمبتدئين. في درس اليوم سوف نتحدث عن أهم فعل في اللغة الإنجليزية. سوف نصرف هذا الفعل وسوف نعطي أمثلة وسوف نتحدث عن متى نستعمل هذا الفعل. إذن ورقة وقلم، لايك الفيديو وهيا بنا. أولا، ما هو هذا الفعل؟ هذا الفعل هو to be. إذن حينما يكون عندنا الفعل في المصدر غير مصرف دائما نجد هذا التركيب: to love, to travel, to study. أوكي؟ إذن هذا التركيب يعني فعل غير مصرف. إذن to be هو فعل الكينونة وفعل الوجود، وهو من أهم الأفعال في اللغة الإنجليزية. إذن الآن نحتاج إلى ضمائر الفاعل لكي نصرف هذا الفعل، نصرفه في الزمن الحاضر، أوكي؟ في present simple. جيد، إذن هذه هي ضمائر الفاعل، وشرحت ضمائر الفاعل مع الأمثلة في الدرس الثاني. I, you, he, she, it, we, you, they. مرة أخرى. I, you, he, she, it, we, you, they. تلاحظون عندنا you هاته، وهي خاصة للمفرد المخاطب، أنت أو أنتي. أما you هاته فهي خاصة للمخاطب الجمع أو المثنى، أنتما، أنتم، أنتن. أوكي؟ إذن كيف يصبح هذا الفعل في الزمن الحاضر؟ لاحظوا، إذا أردت أن أقول أنا أكون أقول I am. إذن لاحظوا verb to be يصبح هكذا، أوكي؟ يصبح am مع I. أما you فهذا الفعل يصبح هكذا are. إذن I am, you are. أما مع he فالفعل to be يصبح هكذا is. و she يصبح هكذا أيضا is, she is. كذلك مع it يصبح is. We are. You are. They are. إذن لاحظوا عندنا ثلاثة أشكال، إما أنه يصرف على هذه الطريقة يصبح am أو is أو are، ليس هناك يعني صيغة أخرى أو شكل آخر. am is are في present simple. أنا أكون، أنت تكون، هو يكون، هي تكون، هو أو هي لغير العاقل الجماد أو الحيوان. We are نحن نكون، you are and they are. أوكي؟ جيد، الآن نأتي إلى السؤال، وهو متى نستعمل verb to be؟ متى نستعمله ومتى لا نستعمله؟ لأنه أحيانا قد تجدون هذا هذه الجملة I speak English، فتتساءلون عندنا هذا الضمير الذي هو I، فلماذا لم نستعمل verb to be؟ لماذا لم نقول I am speak English؟ إذن هذا سؤال جيد، وهو يقودنا إلى سؤال متى نستعمل verb to be. إذن نستعمل verb to be حينما نتحدث عن الهوية، عن هويتنا. أوكي، إذن سجلوا معي، نتحدث عن الهوية identity. إذن هنا identity الهوية. مثلا I am سمير. I am سمير. I am سمير حينما نتحدث عن هوية. مثلا he is أحمد، she is فاطمة. إذن أنا أتحدث هنا عن الهوية، أوكي؟ التعريف بالنفس، نستعمل verb to be. جيد، إذن لاحظوا identity I am سمير. إذن أولا نستعمل verb to be مع الهوية. ثانيا طبعا أوقفوا الفيديو وسجلوا هذه الأمثلة. ثانيا نستعمل verb to be مع الـ age أو العمر. إذن age حينما أتحدث عن العمر،
أقول مثلا she is 5 years old. She is 5 years old. إذن أنا أتحدث هنا عن العمر، وبالتالي نستعمل verb to be. She is 5 years old. إذن سجلوا المثال. كذلك نستعمل verb to be حينما نتحدث عن الصفة، حينما نصف شيئا أو شخصا. إذن نكتب هنا adjective حينما نستعمل الصفة. Adjective. إذن مثال: we happy. هل نقول we happy؟ happy هي صفة، إذن نقول we are. صحيح، we are happy. إذن نتحدث عن الهوية، عن العمر، وعن الصفة نستعمل verb to be. أيضا نستعمل verb to be حينما نتحدث عن المكان. place. okay. place. مثلا it، وقلنا it هو ضمير غير العاقل، مثلا هاتف أو حيوان أو غير ذلك، نقول it is on the table. وأنا أقصد هنا الهاتف. It is on the table. إذن لا نقول it on the table لأنني أتحدث هنا عن المكان، طاولة، فوق طاولة. أوكي؟ إذن it is on the table. مثال آخر: I am in London. لا أقول I in London، أقول I am in London. كذلك I am at home. أنا في البيت. نستعمل verb to be because نتحدث عن المكان. I am at home. كذلك نستعمل verb to be عندما نتحدث عن الوظيفة. job. مثلا أقول هم أساتذة. إذن أقول they are ضروري teachers، أساتذة. لا نقول they teachers. نقول they are teachers. They are teachers. كذلك نتحدث ونستعمل verb to be مع الوقت. time مع الوقت. مثلا it is 5 o'clock. It's 5 o'clock. إنها الخامسة. It's 5 o'clock. لاحظوا نتحدث عن time، عن الوقت. إذن هذه هي استعمالات verb to be. الآن نعود إلى المثال الذي كتبناه في البداية. I speak English. هل نتحدث هنا عن الهوية؟ لا. هل نتحدث هنا عن الوقت، عن المكان، عن العمر؟ بالطبع لا. نحن نتحدث عن فعل آخر، وهو فعل التحدث. إذن عندنا فعل وهو speak، صرفنا فعل آخر في الجملة، وبالتالي verb to be لا يحضر، لأننا لم نتحدث عن الوقت ولا عن الهوية ولا عن شيء. نحن ركزنا الحديث عن فعل آخر. مثلا I live in Paris. I live. أنا أعيش. I live. لا نقول I am live. Okay. إذن هذا هو verb to be، وهذه هي الاستعمالات، وهذا هو تصريف verb to be في الزمن الحاضر. والزمن الحاضر نستعمله بكثرة. سوف نرى verb to be في الماضي لاحقا. Okay. سوف نصرف verb to be لاحقا في الماضي حينما نتحدث عن الأزمنة. قبل أن ننهي الدرس سوف نتحدث عن كيف نختصر verb to be مع الضمائر. إذا لاحظوا I am يصبح فعل to be مختصرا هكذا.
am. I am good. I'm good. بالنسبة لي he is هكذا apostrophe and s. His. It's. Your. حتى النطق يختلف, okay? Your. You're good. You are good. Oh, you're good. نفس الشيء هنا. Apostrophe R-E. She is my sister or she's my sister. اختصارا, she's my sister. We are happy. We're happy. They are my friends. They're my friends. Okay? إذن هذا هو verb to be أصدقائي وهو فعل أساسي في الجملة. اكتبوا جمل في التعليق مستعملين verb to be وسوف أتفاعل مع تعليقاتكم وأمثلتكم. وإلى درس مقبل أراكم بخير.